بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء على بركة الله وحفظه، هنا انطلقنا دائما بانطلاقات الخير والبركة، ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للأخوة المشاركين المتابعين لانطلاقاتنا الجميلة على البركة. ينطلق شطر الثاني في مجموع هذه الأشواط، وهو الشوط الأول الرئيسي للجعدان أصحاب السمو الشيوخ. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للأخوة المشاركين. عودة هناك إلى أعصار على المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. النقل على المركز الثاني، المركز الثاني شاهين هجن سيح السلم وأحمد بن علي بن عامر العويسي. وفي المركز الثالث هناك وصل ناصر الدكتور راشد بن حمد أيضا الزفن العفاري. يا مرحبا بدكتورنا. النقل على المركز الرابع، هناك شعر محمد بوخلفان لغويص مع مليح. وفي المركز الخامس من الجانب الآخر المركز الخامس وصل في هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات المميزة، هناك حضور جميل، حضور مميز يحمل رقم كم هذا؟ يحمل رقم كم أظن؟ شعار المنصوري على ما أظن بحر. نعم علي بن سالم بن مبارك المنصوري حسب الشعار، ولكن نعم ندور رقم 31. اسمك جميل ورقمك مميز، رعد في المركز الخامس خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. النقل على المركز السادس، اللي في المركز السادس شعار أحمد بن شخبوط بن علي، أو هناك رعود سادس المراكز شخبوط بن علي بن سعيد الكعبي. وصل الضبي وصرع التوقيتات وصرع المفاجآت. ومايد بن محمد بن عتيج المقعودي مضمرنه ومتابعنه، مضمر الحباب الصغير المميز. نتمنى لكم التوفيق. النقل على المركز السابع، اللي في المركز السابع وصلني في هذه اللحظات الفاتن حمد بن علي بن شطيط لوهيبي، بينما اللي في المركز الثامن بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم فرحاني ضمر سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز التاسع اشوف اللي في المركز التاسع، هناك اليذاب وسيف بن عبيد بن سعيد الرايحي. وفي المركز العاشر لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي مع الشاسبي. هكذا كانت النتيجة. اشهدنا قم الركض اليوم، اشهدنا الركض قم على قم. يوم يقول لك قم على قم، هذا باب مركض، هذا المركض قم على قم. دائما افتتاح الميدان، دائما افتتاح الموسم، هناك اسامي كبيرة، شعارات حاضرة، ولكن من اللي في المركز الاول؟ كنا فرحانين واعصار اللون البحري مسيطر على المركز الاول باسم سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. الضبي عطني اخبارك يا مايد، عطني اخبارك دخيلك، استهمك لاني اهمك. هل الاحباب ينتظرون؟ كلهم هالاحباب يتريونكم، لان هناك ايها الاخوه فاجئونا في انطلاقات سن الحجايج مع الشاهينية ورفيقاتها غدير بن سعيد بن غدير. واليوم يبون نظبي، اليوم قد تبون نظبي. المركز الثالث شاهين هجن سيح السلم واحمد بن علي بن عامر العويسي. النقل على المركز الرابع، رعد، هناك خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. يلا يا بن شطيط مع الفاتن حمد بن علي بن شطيط الوهيبي. وصلكم رعود وعلي وشخبوط بن علي بن سعيد الكعبي. من حل بسادس المراكز، المركز السابع الفارس سلطان بطي الشامسي. هكذا كانت النتيجة. المركز الثامن ناصي والدكتور راشد بن حمد بالزفن الاعفاري. هكذا كانت النتيجة. الله 1200 متر يضيف قبل التين فزة. اقول انعاد ناوي عيد هوزه. غالي عند المقعودي ولا معزة، غالي عند بايد، غالي عند حمدان، غالي عند جماهير الهباب. اللحظات المميزة، الكيلو الأخير وحبات الرمل تتراقص حبا طربا واحترابا. لمالك هذا الشعار يا جماعة. التوقيت مش عندي في عربة النقل، دخيلكم راقبوا لي التوقيت. لأن سرحنا نبى التوقيت إلى الأمام يا المقعودي، إلى الأمام يا مايد، إلى الأمام يا حمدان، إلى الأمام يا عتيج، إلى الأمام يا سعيد، إلى الأمام يا محمد، يا بن
الاعتيج المقعودي. الله سق الله داركم، سق الله داركم. ولكن الرايحي عنده كلام، عنده كلام مع اليذاب وسيف بن عبيد بن سعيد الرايحي العليلي مع اللحظات الأخيرة، مع اللحظات المميزة، اللحظات اللي دائما الرايحي ينتصر بها، هذا الشعار المميز. ولكن الظبي، ولكن الظبي غادر المجموعة الأولى هناك إلى الانفراد، إلى الانفراد، إلى الانفراد. سلام من الله عليكم يا هال الإحباب، كم بتكلم وكم بقول يا هال الإحباب، لن أوفيك بحكم، ما بوفيك بحكم، هناك حكم وايد. ولكن الهاشمي، الهاشمي عامر بن سلطان الهاشمي من رشح الظبي في اختيار هذا النقاط الجميلة. سلام، سلام الظبي، سلام الظبي، سلام يا مايد، سلام حمدان، سلام الدعم الرئيسي لهذا الشعار محمد بن عتيج المقعودي. محمد كابتن الإحباب، كفيت ووفيت يا هالي الإحباب، كفيت ووفيت، علامة النصر عند مايد وحمدان، كفيت ووفيت يا هالي الإحباب. تهانينا والناموس المركز الثاني أيها الإخوة، هناك سيف بن عبيد بن سعيد الرايحي، المركز الثالث أيها راشد محمد بن زفنة العفاري، وفي المركز الرابع خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، وفي المركز الخامس بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. أشهد أنكم كفيتوا، أشهد أنكم كفيتوا من انطلاقات الحجاج حتى اللقاية، كفيتوا ووفيتوا. تهانينا لمايد وحمدان بن محمد بن عتيج المقعودي على هذه السيطرة، على هذا الفوز. والله أنه مو بغريب يا جماعة، حد يخبرنا عن التوقيت، التوقيت كم يا جماعة؟ لأن حد أظن التوقيت في خطر، التوقيت في خطر. سلام من ميدان الطي لأهل الإحباب، سلام من ميدان الطي إلى قمة الإحباب، سلام من ميدان الطي إلى خالي الإحباب، كافة كافة، عزبة عزبة، خاصة خاصة بهذا الناموس الجميل. تهانينا والناموس.